اهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا انتي ثروه. طبعا احنا عارفين ان برنامجنا بيتكلم عن كل ما يخص المراه وايضا كل ما يخص الام المصريه اتجاه ابنائها. النهارده موضوع حلقتنا هنتكلم فيه عن دور الام في تربيه ابنائها، ومعانا ضيفتي اللي منوره في الاستوديو دكتوره منى هندي سلام، اخصائي تخاطب وتعديل السلوك. اهلا بيك يا دكتور، منورانا في الاستوديو. ربنا يخليك. وطبعا يعني بشكرك على تلبيه الدعوه لوجودك معانا النهارده نظرا للظروف اللي احنا فيها. طبعا ربنا يعزك. احنا طبعا برنامجنا زي ما قلت لحضرتك في الاول في بدايه الحلقه، ان احنا برنامجنا بيتكلم كل مواضيعه مهتمه بالمراه وايضا المراه يعني الام. فالنهارده عايزين نعرف دور الام في تربيه ابنائها، ازاي الام بتزرع في اولادها وبتحصد الاخلاقيات السليمه اللي بعد كده او على مدار المراحل العمريه لكل الابناء، ان هي بيبقوا اطفال سويين وصالحين وناجحين في حياتهم. اكيد طبعا. ان اولا بحب اشكر حضرتك استاذ حمدي رئيس القناه وكل القائمين على القناه، وميرسي للدعوه ليكم وبالتوفيق دايما. ومبدا موضوع حلقتنا ان اكيد دور الام ده دور اساسي، لان زي ما بيقولوا في الامثال ومن قديم الزمن واحنا بنعرف ان الام مدرسه. صح. فهي اهم حاجه دور الام، هي الدور الاساسي. الام هي القدوه، الام هي اللي بتعلم، الام هي اللي بتربي، بتزرع الاخلاق، بتزرع السلوكيات، بتزرع الدين نفسه. فلازم ان هي لازم الام نفسها تكون على خلق معين اللي هو عايزه ابنها تطلع عليه. صح. بمعنى ان الام عايزه ابنها يبقى صادق، لازم هي تكون قدامه صادقه اساسا. يعني ما تقولش حبيبي اني مش موجوده، لا يا حبيبي مش عارفه، ده ما حصلش حاجه حصلت، وترجع تقول له دي كدبه بيضاء. وكدبه بيضاء. وترجع تقول ان هما الولاد طالعين دي مش سويين. هما الطفل ده بينزل لنا كلنا عارفين على علم ان هو زي الورقه البيضاء، احنا اللي بنحط فيه، احنا اللي بنشكله زي ما احنا عايزين، بنشكله زي ما احنا عايزينه. فبالتالي ان ده دور الام، بجانب ان الام طول يعني هي اللي بتقضي مع طفلها الوقت الاكبر، هي اللي المفروض بتبقى قائمه على تربيته يعني هي الدور الاكبر على الام على مش الأم. على الاب مش على الاب. تمام. وليكن ان الام دلوقتي بقت عامله زيها زي الاب، يعني مش بنقلل من دورها، عليها مسؤوليات ثانيه برضو زيها زي الاب بالظبط، مسؤوليه البيت ومسؤوليه التربيه ومسؤوليه شغلها بالظبط. ممكن لو كانت سيده عامله كمان فيعني ده بيأثر على الاولاد اكتر، لان في فتره ما بتبقاش هي موجوده في البيت. فهي بس هو العيب على الام. اي نعم، بس هي دورها ده دورها، ان هي تزرع الاخلاقيات فيه والتربيه وتطلع لنا طفل سوي للمجتمع. يعني هي في الاصل هي بتبقى الام من دون ما تقصد بتعمل مشاكل، يعني ساعات بتعمل ساعات بتعمل حاجات مشاكل لابنها وبتتعرضه لمشاكل وبتطلع غير سوي، وهي ما تقصدش، هي عايزه ابنها افضل طفل في الدنيا. ده اكيد اكيد كل الامهات. فبالتالي هي ممكن بدون ما تشعر ان هي تكذب قدامه، فالطفل خلاص خد الكذب منها. ممكن تتعصب، العصبيه دي في حد ذاتها بتطلع طفل. هو بيجي لي شكاوي في العياده ان الطفل عنيد. مفيش حاجه اسمها طفل عنيد. طفل عنيد في 50% جينات وراثيه من بابا وماما، وفي 50% من التنشئه الاجتماعيه اللي هو عايش فيها كمان. من البيئه اللي هو عايش فيها. ماما لما نيجي نتعامل مع الاطفال، طب نتعامل ازاي؟ الطفل لسه صغير باخده بشويشه وبتعامل معاه بهدوء، ملامح وشه تبقى هاديه، اتكلم بصوت عادي معتدل هادي. لكن طول ما انا بصرخ واصوت واقول هو في عصبي، هو عنيد، هو مش بيسمع الكلام. يعني قصد حضرتك ان المشاكل الزوجيه ما ينفعش انها تحدث قدام الابناء، قدام الابناء خالص. بس في الاصل قبل المشاكل الزوجيه سلوك الام قدام اولادها نفسه. يعني انا عندي لسه طفل لسه صغير، سنه صغير. تمام. هو من صغير شاف ماما بتصرخ في التليفون، ماما بتصرخ لو هو وقع حاجه. ما هو طفل لازم يستكشف. ماما بيصرخ لو ما سمعش الكلام، فهو الصريخ ده بيولد العصبيه، العصبيه بتولد العند. بعدين نرجع نشتكي ونقول الطفل غير سوي وعايز تعديل سلوك، الطفل عصبي وليه عصبي وليه عنيد. دي حاجه. فعشان نتجنب ده يبقى من الاصل الاول نهذب انفسنا. بمعنى ان الام تحاول تتعامل مع طفلها هو طفل. يعني بتتكلمي عن طريقه العقاب الام للابناء في الخطا. طريقه عقاب الام في الخطا ان هي كلنا لازم، احنا كلنا اتعلمنا بالخطا. صح. لازم نعيد ونجرب عشان نتعلم والتجربه تثبت في حياتنا. لازم ان احنا نخطا عشان نتعلم من اخطائنا. فالام لما يخطا الطفل بتديله الفرصه، لاما هي تقعد تدربه على الخبرات الحياتيه المهارات بتاعته. لكن ان انا اسيب الام في بعض السلوكيات برضك للامهات، يعني انا احب اذكرها
ان هي مثلا تبقى مش جايه من العمل تعبانه جدا ومرهقه، فبتسيب الطفل مثلا قدام التلفزيون او قدام الموبايل او التاب او اي هي حاجه، بتعمل ان هو يعني بتشغله عنها بتشغله علشان تشوف امور وهي البيت او في امور اعتقادها تانية. ان هي كده بتفيده، ما هو بيسمع برامج تعليميه، ما هو بيسمع اغاني، ما هو بيقول اغاني وهكذا، ولكن هي بتضره. الام مثلا اللي هي مشغوله اساسا في الموبايل على طول، هي قاعده على الفيس او على ايا كان وسايبه ابنها، هي كل الحكايه مربيه. في رعايه لي في نوعين من الامهات، في ام مربيه اللي هي بتربي وبتدي الاخلاق وبتطلع لنا طفل سوي، سوي بيطلع وسوي. راجل او امراه سويين بيفيدوا نفسهم وبيفيدوا المجتمع بتاعهم. وفي ام تانيه اللي هي يا دوبك بتراعي بس، مجرد يعني لو جبنا ديدة هتقوم بدورها، ما هو ما اللي هي ينفعش. بتاكل صح. وتشرب وتلبس وتحمي وكل حاجه لا سامع، دي وبتلبي مش الطلبات، تربية، يعني فبالتالي مفيش التربية تربيه. حاجة وإن أنا راعي أبنائي ده حاجة تانية، لكن هم ونتيجه ان احنا يعني للاسف شريحه كبيره وصلنا ان احنا بقينا بنراعي اولادنا بس مش بنربي، وصلنا للي احنا وصلنا له دلوقتي ان احنا بنقول كلنا بنشتكي او بنعاني أكيد ان أكيد السلوكيات طبعا. والاخلاق بقت في انحدار. فهو دي نتيجه، ده نتيجه ان الام ما بقتش فاضيه، ما فيش وقت للاطفال. مفيش وقت. لكن ما يجب بقى علينا ان احنا نهدى، نتعامل مع اولادنا بشويش، نخليهم يخوضوا التجربه مره واثنين وثلاثه ويخطا ويجرب تاني، ان احنا ننزل للمستوى الطفل، حتى لما نيجي نكلمه ما نكلمش واحنا واقفين، بالظبط، ننزل كده على ركبنا ونقعد نتعامل معاه ينزل ونلعب لمستواه معاه عقليا كمان. عقليا، يعني ننزل مش معاه من عقليا وجسمانيا، بحيث ان هو يحس ان انت معاه من نفس تفكيره نفس سنه، عشان تقدري تاخدي منه، عشان يطلع هو كبير تحس ان هو بنتك او ابنك صديق ليك، يجيب يحكي لك كل صغيره وكبيره بتحصل في حياته، طيب ما نفاجئش بالمشاكل الكبيره. اكيد. طب يا دكتور، لو انا عندي طفل عصبي، لو عندي طفل بيكذب، لو انا عندي طفل عنده فرط حركه، ازاي نتعامل معاه؟ طيب هو مبدئيا هي الطفل العصبيه حاجه وفرط الحركه حاجه تانية. اكيد. بص، خلينا نتكلم في العصبيه دي، بتبقى يعني بتتزرع في الطفل ازاي، او ان هو بيبقى عصبي ازاي، طيب من الاب ولا من الام؟ بالنسبه للعصبيه، معذره، بالنسبه للعصبيه بتعود ان هي زي ما قلت لحضرتك ان هي 50% جينات وراثيه، بابا عصبي ماما عصبيه، ممكن تمتد لاجداد كمان، يعني ما هو ممكن تجي لي واحده تقول لا انا هاديه ومش عصبيه، ولا بابا كمان مش عصبي، ممكن يكون الجد كان عصبي، لان هي جينات وراثيه بيتوارثها الاجيال. دي حاجة، دي 50% منها، ولكن ليها علاج ان احنا بنحبط بالتدريبات الجانب العصبي عند الطفل. ال 50% التانية ان هي زي ما قلت لحضرتك، شاف ماما بتزعق، شاف بابا بيزعق، شاف الاتنين بيتخانقوا مع بعض في حالة فاخدوا صراعات اسلوب على حياة طول، بالنسبة له، فاخدوا ان اسلوب هو كل حياة ما يتكلم هم او حاجة يزعق. لما يجوا يشتروا حاجة بصوت عالي، لما يجوا يتفاهموا يتناقشوا يطرحوا اي قضية بصوت عالي، بيتفرجوا على التلفزيون بصوت عالي، فكل حاجة في حياته فيها ضجيج، الضجيج في حد ذاته بيعمل عصبية، بيوتر الجهاز صح العصبي، صح فبالتالي بينتج عنه ان الطفل يطلع عصبي، وبكل طلباته بيطلبها بالعصبيه او بالضغط بطريقه العياط، اللي هو الطفل اللي على طول بيعيط على طول، كل ما يطلب حاجه لازم يعيط، فخلاص هو عارف ان ده اسلوب يقدر يدخل منه على ماما ياخد اللي هو عايزه فيضغط عليها بالعياط، فيعيط عشان ياخد اللي هو عايزه. او الطفل العنيد، هات يا حبيبي، لا اعمل ده، لا تلبس ده، لا انا هلبس ده، فالعندي ده برضك جه من ماما وبابا، ما جاش من حد من بره، هو برضك الطفل مولود واخد منهم الجينات الوراثيه، 50% من الاب والام، وال 50% اللي هو شايف ماما لا مش هتلبس ده، لا مش هتاكل ده، انا قلت لازم ده، انا قلت مش هتخرج هنا، انا قلت اللعبه دي لا، انا قلت الساندوتش ده لا، فكلمه لا 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 هو الطفل هيطلع خلاص يبقى لا بيبدا برضه يعند. خلاص. صح. لا انا كمان، ولكن طب احلها ازاي؟ ما انا كنت لسه عايزه اقول لك لحضرتك على حاجه، لو هي جينات وراثيه تمام. طب هل ان انا ممكن ان انا يعني اصلح منها، او ان انا طبعا انهيها من اخلاقيات الطفل، ولا خلاص هتبقى مزروعه فيه لا مش هعرف اتصرف فيها؟ هو بالفعل بفضل ربنا بحكم ان العلم بيتقدم، ان طبعا احنا نقدر ننهي الموضوع ده، بس لازم نبدا من البيت، لازم من البيت نفسه، ان احنا نبقى زي ما قلت لحضرتك هاديين، ان طب الجينات الوراثيه دي حاجه وراثه، يعني ما فيش، مع الجو الهادي، مع التعامل اللائق، مع التفاهم، مع الحوار المفتوح، مع ان احنا نسمع بعضينا، اسمع الطفل، اسمعه كانه كبير. الطفل ده ربنا من عليه ان ذكائه بيبقى اعلى من ذكاء الام والاب اساسا. احنا الفرق بيننا وبين ولادنا الخبرات، فرق السنين بس، اللي هي خبرات الحياه، خبرات الحياه اللي احنا اكتسبناها، فرق السن بيننا وبينهم، ولكن هم ذكائهم
بيعلى عن ذكائنا بدليل حاجه واحده، ادي اي طفل موبايل شوفيه يفتحه ازاي يعمل حاجات ده احنا دول بقوا فظاع يعني. ده عبقره يعني عايزه اقول لحضرتك هم بيفهموا في الموبايلات والاجهزه الحديثه احسن مننا بكتير اكيد، وبيفتحوا حاجات يمكن حضرتك تكون مش على بالك او نسيتيها او مش عارفاها اساسا اصلا اي حاجه طب ليه؟ مع ان احنا اكثر خبره منهم وهم اقل سنا واقل خبره، بس هم اذكى وهم اذكى. هم هي ده الدليل ان هم اذكى. تمام، من جيل لجيل بيطلع الاذكى يعني. احنا كاجيال كل ما يتطور الجيل عن الجيل اللي قبله حتى في التفكير في الاسلوب في نمط الحياه في لايف ستايل الحياه كله بيختلف من جيل للتاني. ما بقاش كله نفس التفكير بنفس حتى الذكاء بيختلف. اكيد هو ده اللي انا اقصد حضرتك النقطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها. فنرجع بقى لمضمونا ان احنا ازاي نقلل الجينات الوراثيه كعصبيه او كعند، ان احنا ننزل للطفل نتعامل بعقليته هو لحد ما هو تدريجيا مع السنوات يكبر ويبقى انسان سوي. صح، كان العند او العصبيه الاثنين بيبقى مضمون واحد نفس لانهم هنرجع نقول طب ايه الفرق بين الطفل الشقي والطفل اللي هو عنده فرط حركه او لا؟ لا، في كمان يا دكتور في بيقول لك الطفل، يعني الناس تقول لك ايه انا ابني شقي جدا، وناس تقول لك انا ابني هادي جدا، تحطيه في المكان ده ما يتحركش، فبرضه دي بتشتكي ودي بتشتكي، فايهما افضل او ازاي اتعامل مع الحالتين دول؟ هو بصي، هو الاول احنا هنمسك الطفل اللي هو الشقي جدا ده. الشقاوه دي بتبقى نوعين، في منهم نوعين، في شقاوه طبيعيه بتبقى نتيجه عن نبع عن الذكاء الزياده، ان الانسان قدرته او الطفل دوت قدرته الزياده في الذكاء، فنتيجه الذكاء دوت بيدفعه ان هو يستكشف ويدور ويشوف ويتحرك، فالحركه دي مش مؤذيه طالما ما تحولتش لحركه عدوانيه. ده كده طفل ذكي، ده عادي، ده شقاوه عاديه، لا هي الشقاوه اللي بنقول ايه اللي بنحبها كلنا، هو طفل بيحب يستكشف ويلعب ويدور ويسال، ده كلنا بنحبها. لكن في شقاوه تانية ماما بتشتكي منها، بتقول لك ان الطفل ده طول النهار بيلف في الشقه وانا بلف وراه، يقلب دي ويخبط دي ويقلب السجاده ويكسر دي ويعمل دي، ده كده مش طفل شقي خالص. دي بتنزل لحد ما يوصل ان هي بتبقى حاله مرضيه اللي هو بنسميها فرط الحركه. تمام، فرط الحركه دي بقى بتبقى حاله مرضيه اللي هي بيبقى عنده بيبقى ناتج عنها ان هو كهرباء في المخ، بتبقى كهرباء زياده في المخ، فبالتالي بتؤدي ان هو يبقى عنده حركه زياده، حركه عدوانيه زياده كمان، ان هو بيبقى عنده الادراكات بتاعته ضعيفه، الانتباه بتاعه ضعيف، القدرات العقليه ضعيفه، هو طفل قدراته العقليه ضعيفه فمش عارفه بيكسر دي على دي بيحط دي على دي ومش فاهم. فدي بتبقى حاله مرضيه ولابد ان هي تلجا للمختصين فيها. يعني ما تقولش هو هيكبر ويهدى، لان في بعض اولياء الامور معتقدين ان كان الطفل اتاخر في النمو، اذا كان في المشي او في الاسنان او في او في حركته قلت ما بياكلش كويس بيتاخر في الكلام، ان دوت لما يكبر هيبقى انسان كويس او هيبقى انسان طبيعي طفل طبيعي، لا، لان هو كل يوم بيمر في حياته بيزيد المفروض خبراته. صح، فلما ما تزيدش ويبقى متاخر في المشي، متاخر في التسنين، متاخر في الكلام، يبقى هيتاخر في حاجات متأخر كتير في كل حاجه في حياته، هنتاخر عند المدرسه، هندخل في صعوبات تعلم او بطيء تعلم، فبندخل في مشاكل تانية، فبيبقى مش ملاحق اقرانه اللي في سنه، الاطفال اللي في نفس مرحله عمره ما بيبقاش ملاحقها. يا دكتور انا هقطع كلامك بس اتفضلي. هناخد اتصال ونرجع نكمل تاني. اتفضلي يا فندم. استاذه ميس، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتشرف بكلمتك دكتوره؟ اتفضلي دكتوره منى معاك. ما تسمحي يا دكتوره، انا معايا ابني عنده 3 سنين و 3 سنين ونص. تمام. هو بيزن على كل حاجه. تمام. بس انا مش بلبيله زنه، بس بيفضل يزن لحد لما عروقه تطلع ويتنرفز ويعني ما بيسكتش. طيب انا عايزه بيفضل يزن لحد ما اي حاجه ثانيه تجي. طيب انا عايزه اسال حضرتك، هو بدا مرحله الزن في طلب الشيء دوت امتى؟ من سن كام؟ بقاله قد ايه؟ يعني بقاله سنه. طيب تمام تمام، عند حضرتك حاجه تاني؟ وكمان ما بياكلش رافق، يعني اكله ياكل التفاحه، ياكل خيارايه، لكن رز، حته لحمه، حته فرخه، ما فيش. طيب هي موضوع الاكل دوت بترجع لدكتور التغذيه، ولكن انا هفيدك فيها ان حضرتك لما جيتي تاكليه دوقتيه كل الاكل كده وبقيتي تديهوله وهو في السن؟ لا، انا من وهم عندهم 6 شهور كنت باكلهم لان كانوا بيرجعوا لبن صناعي. تمام. تمام. طب انا عايزه اسالك على حاجه يا استاذه ميسه قبل ما تقفلي، بس هل انت بتلبي له كل حاجه عادي ولا دايما بتعترضي او بتناقشيه فيها؟ مش كله، يعني لو شايفه ان الحاجه دي صح بديها له، لكن غلط
لا برفض، يعني بسيبه يزن وبسيبه يعيط. يعني مش بتعترضي على طول ولا بتوافقي على طول؟ بس ما جربتيش انك مثلا تعملي بديل للحاجه اللي هو لكن عايزها؟ هو في كل حاجه، حتى مع اخواته ممكن يتخانقوا يضربوا بعض، يعيط تيجي يعيطني بس بيضربهم، يجي يزن اخواته. ومعاه اخته كبيره 4 سنين ونص، بينه وبين بعض سنه بالظبط، تمام. فبيتخانقوا على كل حاجه، بيضرب عيال عمه بيشتكوا منه من الضرب. هو عنيف يا استاذه ميسه؟ بيضربنا احنا كبابا ومامته وجده وسته، بيضربنا. بيجي هو مفكره لعب، بس هو بيضرب وبيضحك، احنا نقوله كده غلط بس هو مش عارفه ليه. طيب انتوا مدلعينه شويه في البيت؟ ما انا كنت عايزه اقول في دلع زياده. ده بابا مش شد عليهم يعني، حتى طيب انتي وبابا ما فيش اسلوب ترفيه ولا اسلوب دلع، يعني اكلهم التلفزيون، يروحوا زياره عند جدهم، ما بيخش في حته يعني. طب انتي وبابا متفقين في الرأي؟ يعني لما بابا يقول لا حضرتك بتقولي لا زيه؟ يعني مش بتعترضوا في الرأي، بتبقوا مختلفين؟ لا تمام، هرد على حضرتك. طب شكرا على اتصالك يا استاذه ميسه، تابعينا والدكتور هترد عليك. طب دكتور هناخد اتصال تاني وبعدين نرجع نكمل. استاذه حبيبه الو. طب استاذه حبيبه قفلت. طيب انا عايزه اعرف حاله الولد ده بقى، يعني هو دلوقتي عصبي وبيضرب وعنيف وهي بتقول لك مفيش دلع خالص ولا في اي نوع من الترفيه. طب هل ده ليه علاقه بالجينات الوراثيه بقى ولا هو الولد ده داخل في مرحله العند ده ناتج ان هو جرب مع ماما وسائل ونجحت معاه. فهو في الاول هي بتقول ان هو بدا ان هو يعاند معاها من سنه. هو الاول جرب عيط شويه فراحت ماما عشان هو بيخبط نفسه وعروقه بتظهر وبيتعصب، فخافت عليه نتيجه الحمايه الزياده برضه، فراحت منلبيه له الطلب تاني مره، فخلاص بقت هي دي الوسيله. هي عشان تحل الموضوع دوت تعمل بدائل، يعني مثلا تخلي ليه عشان تزرع الثقه فيه، يطلع عنده شخصيه طلعهوش عنيه تبدله. طب مثلا وليكن عايز تيشرت معين يلبسه، طب نحط تيشرت تلبس ده ولا ده، لكن ما نصممش هو ده اللي هتلبسه. هياكل مثلا بونبوني ده او ده، يبقى في اختيار يعني وبدائل. نديله اختيار بحيث ان هو يبقى نديله مساحه ان هو يختار فيها. طب افرض هو بقى طفل عنيد قوي ولا ده ولا ده، ومصمم على حاجه تضره زي ما هي قالت كده وهي رافضه، تمام، يبقى خلاص نحرمه. مثلا لو خارجين واحنا عايزينه مثلا ان هو يعمل حاجه معينه ومش هيعملها، خلاص احنا مش خارجين عشان كذا، ونفهمه، لازم نفهمه، يعيط يخبط دماغه يعمل اللي هو عايزه، هتسيبه يعني تتجاهله. وكل ما يحاول ان هو يبين لها ان هو بيعيط قدامها، تعمل تنشغل باي حاجه عنه لحد ما يخلص خالص طاقه العياط، هتنتهي بحاجتين، لا اما هو هيجي عندها ويصالحها ويعتذر، لا اما هو هيروح دايخ من كتر العياط، لان الجسم بينفذ هرمون فبيخلي الواحد يهدى فبينام. وبعد ما يصحى فهي تروح واخداه في حضنها وتفضل تكلمه، وينفع اللي انت عملته، فتبدا تكلمه بالصيغه هي بتاعته. تفضل تعالج الموضوع بهدوء وتنزل لدماغه وذكائه وتفكيره عشان تقدر تتعامل معاه لحد ما هو يبقى فاهم الكلام اللي هي بتقوله، وتبدا بقى ما الموضوع مش هيجي من اول مره، ولكن مع التكرار. اذا كان مع بابا او مع ماما لازم هم ما يستجيبوش للعياط. طب هل يا دكتور ده ليه يعني الحاله اللي فيها الطفل دي في خطا من الاول من الام؟ طبعا في البدايه، لان اللي هو تلبية زي ما كل حاجه التلبية. اللي هو كل ما يعيط تعمله اللي هو عايزه. كمان هو لما هيلاقي ان موضوع العياط ده فشل وان ماما ما بقتش تستجيب، هيفضلوا على وسيله ثانيه. يعني هو مش هييأس، هو هيفضل يبدل الوسائل اللي تنجح مع ماما وتستجيب فيها هي دي، وهي غالبا الوسيله الاكثر بتنجح قوي مع ماما العياط الكتير. انا كان عندي طفل جاي لي في العياده كان بيخبط دماغه في الارض او في الحيطه، يعور فماما نفسه. جاي لي دماغه كده مليانه بلالين ورمه كده من كتر الخط. فايه ماما ده مش بيسمع الكلام، فقلت لها طب ممكن تسيبيه؟ قالت لي ازاي دي ورم؟ قلت لها لا سيبيه. فخبط ماما ما لها في اي تاثير، مره خلاص. اتنين وجعته، ما هي وجعته تاني. هي خلاص وجعته ما عملهاش تاني، ما خلاص مش الموضوع فشل بالنسبه له، فخلاص هيستخدم وسيله تانية. فهي لابد ان هي تجمد قلبها شويه وتسيبه. هي انت عارفه ما تقولش بقى اصل انا دماغي صدعت، اصل بابا نايم، اصل الجيران، لا خالص خالص تسيبه طب مره في مره هيستجيب. هناخد اتصال يا دكتور. اتفضلي. ام عبد الله الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك. ممكن اتواصل مع الدكتوره منى؟ اتفضلي الدكتوره منى معاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. بعد اذن حضرتك ممكن اقول لك عندي شكوى عند عيل عنده 2 وشهرين. هو كويس ما فيهوش حاجه، بس عنده تاخر في الكلام. تاخر في الكلام؟ تاخر في الكلام. هو 2 وشهرين.
تمام. طب بيقول ايه؟ ايه الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي؟ هو بيقول ماما بابا بس. بس طب لما يحب ياكل بيقول ايه؟ لما يحب ياكل بيقول ايه؟ ماما بيشاور. والميه برضك؟ والميه بيشاور على الميه وبيشاور على الاكل وبيشاور على الحاجه اللي هو عايزها. طب دخول الحمام اخباره ايه؟ يعني هو ناصح يعني واعي عارف كل حاجه. تمام. يعني ما تقولي له روح هات ال بس ان هو يتكلم ما فيش، مع ان انا كان عندي طفلين قبليه تمام ما شاء الله كانوا بيتكلموا قبل السنه. تمام ما شاء الله ما شاء الله، ربنا لكن يبارك هو فيه. ده ما بيتكلمش. تمام يا حبيبتي تمام. طب هل حضرتك ما بتتكلميش معاه زي ما كنت بتتكلمي مع الاولاد اللي قبل، يعني اخواته التانيين؟ طبعا طبعا دي حاجة بتتكلمي معاه يعني، يعني بتاخدي وتدي معاه و... لا انا كنت الاول فعلا مهتمية بابني الكبير بالولد وبعدين بنت اللي من بعد منه، فالوقتي انا فعلا تكة شوية. طب ما برضو طيب ده ما ده غلط برضو، يعني ده غلط ان انت ما بتتكلميش معاه كتير وما طب هو سنه وشهرين، انا استنى عليه سنتين وشهرين، سنتين استنى عليه تاني وشهرين. ولا اديله لا هو المفروض اولا يعني بس هسالك سؤال، هو لازم الاول يروح لمختص؟ ده اكيد ده لازم. دي حاجه. تاني حاجه، اخبار التلفزيون ايه واخبار التليفون ايه؟ التلفزيون والتليفون لا بيقعد عليهم يعني بيمسك الموبايل في ايده؟ لا بيتفرج على التلفزيون. قدام التلفزيون ربع ساعه يعني. طيب تمام. طيب هو بس المطلوب من حضرتك، انا هرد على حضرتك بس لازم ترديه على مختص. طيب شكرا. وهرد على حضرتك في التليفون. شكرا على اتصالك يا استاذه حبيبه، تابعينا والدكتور هتقول لك هتعملي ايه. شكرا العفو عليك، نعم شرفتينا. هو دلوقتي ده تقصير من الام برضو، هي لان مش هي تقصير. اهملته واهتمت بالطفل التاني. لا هو مش تقصير قوي بحد كلمه تقصير، ولكن هو مش تقصير هو بحجم الكلمه مش قصدي، بس هو في خطا حصل يعني، ان هو هي ممكن يكون عنده حرمان بيئي. الحرمان البيئي ده بيجي نتيجه ايه؟ ان زي ما حضرتك بتقولي ان الام انشغلت مع الكبار وتركت الطفل، فالطفل دوت هو عامل زي الحصاله لازم كل يوم يديله حصيله لغويه جديده ومعرفيه جديده، فهي مشغوله مع الكبار، هي ما يجب عليها ان هي بقى تعمل ايه؟ طول الوقت تتكلم معاه بس بصيغه، هو دلوقتي ما بيقولش غير كلمه ماما وبابا. حتى الاكل بيشاور عليه، دي كلمات مفرده، دي بتتم الكلمات المفرده من 6 شهور لسنه، المفروض الطفل يقول ماما وبابا، يقول مام، يقول مبو، بعد كده بعد سنه سنه ونص يبدا يقول اكل اشرب ميه كده. فهو المفروض سنه وسنتين وشهرين ديت بيبقى بيقول جمله من كلمتين، ماما مبو، ماما اكل، بابا باي، عربيه بيب، عربية تمشي. هو ما بيقولش كل ما الحاجات بيقولش دي خالص. الحاجات دي خالص. يبقى المفروض لازم من سنه لست من سن من 6 شهور لحد سنه المفروض يقول 15 من 10 ل 15 كلمه. هو دلوقتي بيقول في تقريبا كلمتين ثلاثه، مفيش ده كلمتين ثلاثه بالكثير يعني. فمعنى كده ان هو في تاخر لغوي واضح جدا. فهي المفروض هي كماما طول الوقت تجيب اللي هي من الخبره الحياتيه، البرتقانه تقول له برتقانه، تفاحه تفاحه، ان هي تخليه يتكلم في الاكل، تعرفه الاسماء الاكل ايه، اسماء الاشياء، الحيوانات، الطيور، الفواكه، بس الحاجات الاقرب للبيئه، الحاجات اللي احنا بنشوفها في مجمل اليوم بتاعنا مثلا. تمام. بجانب ان هي تعرضه على مختص يشوف الدنيا عنده فيها ايه. بس هي لازم تعرضه على دكتور، لان صح كده دكتور؟ لازم، لان هو اتاخر جدا لازم كده لازم يعني. تعرضه يعني لان سنتين ونص ده كتير يعني، مش سنتين وشهرين، وشهرين بس هي برضو ده متاخر. الفكره ان هو كمان ماما عشان بس تديله الجانب الحرمان البيئي ده، ان هي تديله الحصيله اللغويه الموجوده، المختص عشان ممكن يكون في اسباب اخرى للتاخر. بنعمل اختبار للاي كيو، لاختبار الذكاء، بنشوف قدراته العقليه ان ما فيش اي تاخر في القدرات العقليه، بنشوف ان في اعضاء النطق فيها اي مشاكل، بنشوف في رابط لسان، في اكتر من سبب للتاخر اللغه. هي لازم يعني تعرضه. يعني دكتور احنا كده في النقطه دي استفدنا حاجه او عرفنا حاجه جديده، ان اللي هي التفرقه بين الابناء. تمام. او تفضيل ولد على ولد، يعني ابن طبعاً على ابن، دي كمان والاهتمام بواحد عن التاني، فطبعا ده غلط يا استاذه شيرين. هي دي كمان مش بتعمل ان هي في تاخر في النطق او في اللغه، بتاثر نفسيا كمان، تاثير نفسي، وبعدين بتعمل كراهيه بين الاولاد. بالظبط. يطلع يبقى في حزازيه بين الاولاد وفي ضغائن واجوانيه. اشمعنى عملتي لي كذا؟ اشمعنى عملتي لي كذا؟ دي مشاكلها بتبقى كتير جدا. فبتعمل ضغائن ومشاكل فيما بعد، ولما يكبروا يبقى دايما في حزازيه في الكلام، صح، في التصرفات، صح، مفيش ود ما بينهم. لا فاكيد لازم ان احنا نعدل ما بين الولاد. صح مظبوط. طب هناخد اتصال. اتفضلي استاذه حبيبه. الو الو ايوه لو سمحتي ممكن بس اسال الدكتوره
اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. هو احنا عندنا بنت صغيره في شقي خالص. عندها قد ايه؟ ايه؟ عندها كام سنه؟ عمرها قد ايه؟ هي عمرها 7 سنين. 7 سنين كبيره. هي اختك؟ اه. بس شقي يعني بابا حتى بيتعامل معاها بالعنف بالضرب. بالعنف والضرب؟ ده طب يعني هو هي متدلعه شويه عنكو؟ اه. طب شقية بتعمل ايه يعني؟ نوع شقاوتها ايه؟ اه هي ما بتسمعش الكلام، ماما تقول لها كذا مرة حاجة ما بتردش، ترجعها لها مش عارفة يعني. حاولنا نقول لبابا بلاش تضرب مفيش فايدة. هي آخر بنوتة في العيلة في الأسرة؟ أوه. عشان كده يعني دي آخر العنقود. هي متدلعة. أيه. طب ما هو بابا السبب، بابا اللي دلعها بزياده وماما، فاضطر ان هو بعد كده الدلع ده قلب بنتيجه عكسيه خالص، ان هي اتحولت عنيده. بابا سافر بره وما كانش قاعد معاها. اه بابا كان مسافر بره وما كانش قاعد معاها. يعني ماما اللي دلعت بقى، صح كده؟ اه هي ماما حاولت تعوض ان بابا مش موجود، هي ماما بالظبط، يا ماما حاولت تعوض عدم وجود الاب في البيت، فحاولت ان هي يعني تدلعها شويه. حاضر يا حبيبه، الدكتور هترد عليكي، تابعينا واشكرك على اتصالك. بالنسبه للبنوته ال7 سنين دي ما شاء الله يعني كبيره فمدركه، فهي شايفه ان في دلع، زي ما بيقول في المثل يعني حرام اللي يلاقي دلع وما يتدلعش، فهي لا يا كل طلباتها مجابه بالشقاوه طبعا. فلازم فاحنا لازم نعمل ايه؟ نبدا نسحب الدلع ده تدريجيا عشان برضه ما نعملهاش ضروب بنفس. اكيد بعد ما كانت هي اللي على الحجر وبيت وهي اللي كل طلباتها متلبيه. اخر طفل في البيت، اخر العنقود، فطبعا الام دلعت، الاب رجع من بره، التصرفات ما بقتش عاجباه فبقى بيضرب، وبرضه الضرب ده مش اسلوب عقاب. ليه جاذبيه، هي هو اخر طفل ده بيبقى ليه جاذبيه كده. أيوة بونبونيه زي اول طفل كده بيبقى البونبونيه بتاع الاسره. فهم لازم يسحبوا الضلع ده تدريجيا، وبعدين هي 7 سنين يعني مدركه. صح. يبقى باتفاق نعمل زي عقد كده مع البنوته، هتعملي كذا هتاخدي كذا. يعني سهل ان احنا نصلح من السلوك ده طبعا دكتور. طبعا طبعا، خاصه بس إن من غير ضرب، لان الضرب ادى نتيجه عكسيه. ما هو كل ما بيضرب الاب كل ما هي بتزيد في الدلع والرفض فده غلط برضه اكيد يعني. طبعا هو بص الضرب ده ما بقيش اساسا اسلوب حضاري خالص، ما ينفعش لانه بيجيب نتائج عكسيه. طب هو هي خلاص اتضربت وجسمها اخد على الضرب، فخلاص اضرب للصبح ما فيش نتائج. لكن احنا بالسياسه وبالتفاهم، فلازم نتفاهم مع الطفل ولازم نفهمه ونتعايد معاه، بس اهم حاجه المصداقيه في الكلام. يعني هتاخدي كذا هتاخدي كذا هنعمل كذا، اي كلام الاب والام يقولوا يبقى لازم ينفذه. طب افترضنا انا بوعد بحاجه كبيره ومش هنفذها، يبقى ما اقولهاش، اللي هعمله هو اللي اقوله، لكن غير كده ما اقولهوش، وبالتالي هتبقى ان شاء الله بنت كويسه يعني زي سهل كل. ان سهل ان هي سهل تتعود ان هي ما تبقاش يعني ايه. بس بالراحه نسحب الدلع واحده احنا يكبر سهل ان احنا نغير عاداتنا، ما بالك طفل. أكيد. طفل احنا اللي بنقوده، احنا المتحكمين. فطبيعي ان احنا بس يا دكتور في حاجه بتقول الطبع يغلب التطبع، هل ده مقياس يعني ناخد بالجمله دي ولا هي ملهاش صراحة أساس؟ لا ولا تنطبق على الكبار بقى؟ لا يعني هي الطبع يغلب التطبع دي ما بتنطبقش على الأطفال بالأمانة، هي ممكن تنطبق على الكبار، لكن في الأصل لا، احنا ممكن كلنا نتغير بدليل ان احنا قابلين للتغير، بدليل انك ممكن تكون في صديقة بقالك فترة شفتهاش تلاقي حياتها اتغيرت تماما شكلا وموضوعا وطبعا. صح. فلا ما فيش حاجة اسمها ثبات، يعني نتغير. الإنسان طبعه الإنسان كائن اجتماعي متغير. طيب ناخد اتصال. اتفضلي. أريج ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا ممكن أكلم الدكتورة؟ اتفضلي الدكتورة معاكي. أنا عندي أخت حنين عندها 5 سنين، فشقية قوي يعني، ممكن يبقى عندنا ضيف تكب عليه مية تضربه بالقلم كده هوت يعني، ومش بتاكل يعني مش بتاكل عندنا، وممكن تروح عند الجيران وتاكل. تمام. ممكن تروح عند الجيران إيه؟ وتاكل. وتاكل يعني داخل عند الجيران اجتماعيه. هي اجتماعيه كتير، و بره على طول يعني بعيدها يعني كل صحبه. لا انا مش سامعاكي، انا مش سامعاكي يا اريج، معلش بعيدي التليفون عن التلفزيون يا اريج. طب شكرا على اتصالك يا اريج. هو من الواضح ان الدلع برضو يعني هو مشكله. هو بص يا استاذ شيرين، دايما الشيء الزايد عن حده بيقلب ضده، احنا دينا دين وسطيه، فهو دايما لما الولاد بياخدوا دلع زياده بتعكس النتيجه.
حته ان هي ممكن تطلق على الضيوف بتوع ميه والكلام ده، تطلق على الضيوف ميه، دي هم مش عليهم اساسا عصير. واضح ان هي اساسا في الاصل مش مسيطرين عليها خالص، لان هي بتيجي الناس عندهم ضيوفهم بتطلع بقى المواهب اللي عندها ان هي تقابل ضيوفهم بدلق الميه وال... طب نعمل هي ايه؟ نفس الكلام، يمكن هي فاكره ان هي بترحب بيهم كده يعني يا دكتور، يعني لا بس مش ده ترحيب جديد مش للضيوف، بدلق الميه يعني هي نفس الحاله اللي تنطبق على البنوته اللي قبلها، هي فعلا في دلع وفي ان هم فقدوا السيطره، بس واضح ان دي بتنضرب يعني دي في عقاب بيقع عليها شديد، فبيطلع العقاب دوت بان هي بتقابل بتطلع العيوب اللي في البيت او في الاسره قدام الضيوف، بان هي تطلق الميه او تتعامل قدامهم وحش او تروح تاكل عند الجيران، هي واضح ان في عقاب، فاحنا بالتالي لازم نوقف العقاب البدني ونبدا ان احنا نتعامل لانه معاه، مش هيجيب نتيجه، هيجيب نتيجه عكسيه، هيجيب نتيجه عكسيه اكيد، ويطلع الطفله غير سويه صح، وفي مشاكل نفسيه كتير، فاحنا بالتالي لازم نوقف العقاب دوت ونبدا نتفاوض معاها هنعمل كذا، اي نعم هي مش هتستجيب يعني من اول بدايل مره، وفي تفاوض وان احنا نسحب الدلع واحده واحده وننهي الضرب خالص، ونشيل كل المعززات، هي الحاجه اللي تعمل فيها حاجه كويسه ندي معزز، بس كان بقى معزز معنوي او معزز مادي، معزز نفسي او مادي، او معزز او مادي. تمام، انا بشكرك جدا يا دكتور، للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه وشرفتينا، واشكرك على المعلومات يعني اللي ضفتها لنا في حلقتنا النهارده، بشكرك دكتوره منى هندي سلام اخصائي تخاطب وتعديل سلوك، شكرا ليكي شرفتينا ونورتينا، بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، بشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكر مخرجنا الجميل وليد عماره، وبشكركم، كنت معاكم شيرين شاوي.